صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 43 لسنه 2024 بتعيين مديرين في وزاره الماليه والاقتصاد الوطني وذلك بناء على عرض وزير الماليه والاقتصاد الوطني جاء فيه الماده الاولى يعين في وزاره الماليه والاقتصاد الوطني كل من السيده ابرار عبد العزيز محمود عبد الكريم مديرا لاداره الموارد الماليه. السيد عبد الله علي عبد الله الرواعي مديرا لاداره الموارد الماليه الماده الثانيه يتولى وزير الماليه والاقتصاد الوطني ندب المدراء المذكورين الى اي جهه من الجهات الحكوميه